قام المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد الصباح بزراعة أشجار السدر بالتعاون مع الناشطين البيئيين، وذلك في محمية الجهراء ضمن جهود الهيئة ومشاريعها الخاصة في إعادة تأهيل بعض المناطق. تدشين الحملة الوطنية لإثراء البيئة البرية، اليوم زراعة أشجار من السدر، وكذلك سنزرع أشجار من المنقروف في البيئة البحرية والساحلية، وذلك بالتعاون مع الإخوان في الهيئة العامة للزراعة والناشطين البيئيين. إن شاء الله ستستمر هذه الحملات وسنزيد الغطاء الأخضر في دولة الكويت للمحافظة على البيئة بشكل عام والتنوع الأحيائي بشكل خاص. نشكر جميع المبادرين من جهات دولة ومن جمعيات نفع عام ومن ناشطين بيئيين في دعمهم المستمر لمثل هذه الحملات، وإن شاء الله لدينا مواقع أخرى سنزيد فيها من الغطاء النباتي. اليوم البداية والبذرة في محمية الجهراء، وسننتقل إلى محميات أخرى نستطيع من خلالها زيادة هذه الأشجار بالدولة، كذلك في مساهمات أخرى من قطاعات أخرى مثل الهيئة العامة للزراعة سنستطيع من خلالهم إثراء البيئة البرية بما يزيد عن ملايين الأشجار عن طريق التعويضات البيئية. فبذلك اليوم الحمد لله التوجه البيئي في الغطاء الأخضر يسير بالشكل السليم، ونحن مستمرين في دعم مثل هذه التوجهات. الحمد لله الخطط واضحة في كيفية التعامل مع النفايات، نعمل بشكل مستمر وبالتعاون مع بلدية الكويت والجهات الأخرى على القيام بإنشاء منظومة واضحة لإدارة النفايات بالدولة. سنساهم بشكل أو بآخر بنقل التجارب العالمية إلى دولة الكويت، ومن ثم القيام بما يلزم للحفاظ على هذه الثروات. النفاية هي ثروة مهدرة، فبذلك اليوم يجب المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل بإذن الله.